اللي توحشه القهوة يعمل أكتر من كده. ده شعار حملة نسكافيه الجديدة في رمضان 2022، واللي بصراحة أنا شفتها كانت كريتيف جدا لدرجة إنها خلتني أرجع أعمل حلقة جديدة من حلقات برنامج أوت أوف بوكس. واللي ما اتفرجش معايا على برنامج أوت أوف بوكس قبل كده، هو كان عبارة عن برنامج تحليل إعلانات كنت بجيب فيه الإعلانات القوية والكريتيف ونتكلم عنها عشان نتعلم إزاي صناع الإعلانات دي عملوا الأفكار الكريتيف دي، وإزاي بيقدروا يطلعوا فكرة كريتيف جدا يوصلوها بأدق التفاصيل للمستهلك اللي بيستهلك المنتجات بتاعته. فلو انت الاول مره بتتفرج معايا على برنامج اوت اوف بوكس، فانا هسيب لك رابط الحلقات القديمه كلها في ديسكريبشن الفيديو ده. بس خلينا النهارده نتكلم عن الحلقه الجديده والكامبين الجديده اللي عملتها شركه نسكافيه ونزلتها في اخر اسبوع في رمضان 2022، واللي انا بصراحه شايفها كانت كريتيف جدا. بس خليني في البدايه اقول لك، لو بتتفرج عليا على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، ولو بتتفرج عليا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا، وتعالى نشوف كافية عملت ايه في الاعلان بتاعها الجديد. بيبدأ الاعلان باتنين موظفين قاعدين في الشركة بتاعتهم بيشتغلوا، وطبعا صايمين عشان احنا في رمضان. وفجأة بيبدأ واحد فيهم يعمل حركات بايديه، قال يعني بيفتح علبة نسكافيه، وبعدها بيحط كم معلقة في الكوباية وبيحط عليهم المية السخنة وبيعمل أصوات كده ببقه، وبعدها بيقلبها وبيخبط المعلقة في الكوباية بشكل كوميدي، وبعدها بيعمل نفسه قال يعني بيشرب النسكافيه. وهنا بقى بيجي صاحبه اللي قاعد جنبه يسأله سؤال باستغراب ويقول له تعمل ايه؟ فبيرد عليه ويقول له بعمل نسكافيه. يقوم صاحبه ده يقول له ايه بقى؟ طب بقى لا بق مش بق بق ممكن بس طب شربني انت. وهنا بقى بيبدا يدور بينهم حوار كوميدي، قال يعني صاحبه ده عايز ياخد منه بق والتاني مش عايز يديله. ايه هيشربني انت؟ بقول لك ايه انا صايم هاخد شفط. وفجاه واثناء النزاع اللطيف دون، فواحد فيهم بيخبط المكتب غصب عنه، فالتاني يقوم صرخ قال يعني كوبايه النسكافيه السخنه وقعت عليه. فيقوموا الاثنين يتخانقوا على كوبايه النسكافيه اللي كل واحد فيهم عايز يشرب منها بق. وفجاه بيدخل المدير بتاعهم عليهم بلهجه زعيق ويقول لهم ده ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ طبعا هنا كل اللي بيتفرج على الاعلان كان متصور ان المدير هيخش يزعق بسبب الهرج والمرج اللي هم عاملينه على مفيش اصلا، لان ساعتها ما كانش في كوبايه نسكافيه في ايد اي حد فيهم اصلا. بس المشاهد هنا بيستغرب لما بيسمع رد فعل المدير وهو بيقول هو انا مش قلت 100 مره حط كوستر من تحت المج؟ اللي توحشه القهوه يعمل اكتر من كده. وبصراحه الرد ده كان كريتيف جدا. وبعدها بينزل سلوجان الحمله ونسمع الفويس اوفر بيقول العيد بيبدا بنسكافيه. بصراحه الاعلان ده من اجمد اعلانات رمضان 2022، واللي يستحق فعلا ان احنا نتكلم عنه، لان فكره الاعلان دي مبنيه على الكاستمر انسايت، او بمعنى اصح كلام المستهلك، او الكلام اللي على طول المستهلك وهو بيستهلك المنتج اللي احنا بنروج عنه بيستخدمه في حياته اليوميه. الكرياتيفيتي بقى بتاعت الاعلان دون جايه ومبنيه على التمني، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا بقالنا اكتر من 3 4 اسابيع صايمين، وكل واحد فينا كان متعود ان هو يشرب فنجان القهوة بتاعه او النسكافيه بتاعه كل يوم الصبح، فالعادة دي بقالها اكتر من 3 اسابيع مقطوعة. فانا اجي كصانع اعلان العب على النقطة دي والعب على نقطة التمني بتاعتك وافكرك بعاطفة الاشتياق بتاعك لفنجان القهوة بتاعتك، فانا شايف ان دي فكرة كرياتيف جدا، لانه هنا هو لعب على العاطفة وحالة الاشتياق بتاعة المستهلك. النقطة التانية بقى والاهم، وهي وقت نزول الاعلان نفسه، لان وقت نزول الاعلان نفسه لو كان الاعلان ده نزل في اول رمضان، انا من وجهة نظري ما كانش هيلمس المستهلك زي ما حصل دلوقتي، لان شركة نسكافيه نزلت الاعلان في اخر اسبوع في رمضان بعد ما كان عدى 3 اسابيع متكاملة من شهر رمضان، وتلات اسابيع دول كانوا مدة كافية ان هو كل شخص كان بيشرب النسكافيه الصبح او بيبدأ يومه بكوباية القهوة بالنسكافيه، فزمان التلات اسابيع دول لما عدوا فكوباية القهوة دي وحشته، فهو هنا قدر يلمس المستهلك وقدر يلمس عاطفة المستهلك بعد مرور 3 اسابيع من شهر رمضان، فبالتالي هنا العاطفة وحالة الاشتياق للمنتج بقت موجودة. اما لو كان نزل بالاعلان في اول ايام رمضان ما كانش هيبقى لسه حالة العاطفة او حالة الاشتياق للمنتج موجودة. وهي دي بقى الكرياتيفيتي بتاعت الاعلان فعلا، ان انا شايف ان موعد نزول الاعلان في اخر اسبوع من شهر رمضان الكريم بصراحة كان موعد موفق جدا، وده كان نقطة قوة من قوة الكرياتيفيتي بتاعت الاعلان ده. عشان كده دايما بنقول ان نجاح اي كامبين او اي حملة اعلانية مش متوقفة بس
بس على الكرياتيفيتي بتاعه الاعلان ولا على التارجت اودينس اللي انت بتستهدفهم ولا على البادجت اللي انت هتحطه في الكامبين بتاعتك، لا كمان موعد نزول الكامبين ده عامل مؤثر جدا في نجاح الحمله بتاعتك. ودي النقطه اللي الصراحه شركه نسكافيه كانت شاطره فيها جدا في الاعلان بتاعها. فلما تكون انت متعود على حاجه تقعد تعملها كل يوم وتيجي فجاه 3 اسابيع متكامله ما تعملهاش، واجي انا كصانع اعلان انزل في الاسبوع الرابع واقول لك العيد بيبدا بنسكافيه، فكده انا قدرت كصانع محتوى وصانع اعلان ان انا اوصل للعاطفة بتاعت المستهلك، وبالتالي اكون قدرت اوصل رسالة الاعلان بشكل سليم. بصراحة شابوه شركة نسلة، شابوه شركة نسكافيه، الاعلان حلو جدا. استنوني في فيديو جديد وحلقة جديدة من برنامج اوت اوف بوكس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير لو بتتفرج عليا على الفيسبوك، ولو بتتفرج عليا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.